العراق في القمة الإقليمية بالسعودية، الأسباب والنتائج، الأوساط السياسية ترفض زيارة الكاظم للرياض لتشكيل ناتو يخدم الكيان الصهيوني. حكومة التوافق، رغبات التشكيل ومخاوف التعطيل. الإطار ينهي 95 من البرنامج الحكومي ويتجه لحسم مرتكزات التشكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأيام. تأكد الأوساط السياسية أن مؤتمر الرياض ما يخدم مصالح العراق في الأمن القومي لأربعة أسباب مهمة. أولها أن أمريكا لم تعد حليفا حقيقيا للعراق في مواجهة الإرهاب لأسباب عدة خاصة، وأن علاقاتها مع الجماعات المتطرفة لم تعد سرا، وهنالك الكثير من الأدلة اللي تأكد بأن مخابراتها كانت وراء نشأة بعض هذه الجماعات المتطرفة ابتداء بالقاعدة وغيرها. وثانيها أن المؤتمر ما يخدم أمن العراق في المقام القومي، لأن واشنطن ما تشوف سوى مصالحها. أما الأمر الثالث فإنها تحاول خلق تحالفات ضد دول إقليمية. آخر هذه الأمور أنها تحاول جذب العراق إلى مؤتمر الرياض من أجل خلق أزمات في منطقة تشهد تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة. في ملفنا الآخر مشاهدي الأحبة، خلف الكواليس الضوء الأخضر لترشيح شخصية خدمية مقبولة لمنصب رئيس الوزراء، لكن حتى اللحظة لا توافقات على مرشح معين، وما يدور حاليا مجرد أسماء تطرح لا أكثر. لكن يبدو أن الإطار هاي المرة يبحث عن مرشح النوعية للكمية، والعدد يقال وصل إلى 5 مرشحين بوجوه أغلبها معروفة، وهذا ما راح يكشف أكثر بعد أيام من قبل، أو تكشف هذه الأسماء من قبل يعني، ولا تتعدى غرف المباحثات وما زالت في طور التسريبات بانتظار أن تحسم القوى الكردية موقفها من ترشيح أو مرشح رئاسة الجمهورية، اللي بدورة راح يكلف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الكابينة الوزارية المقبلة. إذا مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش هذين الملفين المهمين، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. أبدأ النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي استغرابه من إصرار رئيس حكومة تصريف الأعمال على المشاركة في مؤتمر يزيد من الاحتقان في المنطقة، وبيّن أن مؤتمر جدة هدف التطبيع مع الكيان الصهيوني دون أي تبرير. أيضا أضاف أن السعودية منحت هدايا دبلوماسية للكيان الصهيوني بضمنها فتح الأجواء لطائرات صهيونية وزيارة ما يسمى برئيس أركان جيوشه إلى السعودية. نفتح وياكم مشاهدين الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. أهداف سياسية وأخرى اقتصادية جاءت بها زيارة بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن ما يخفى غير ذلك هو ما صرح به ذو الاختصاص بمخططات الولايات المتحدة إلى التمهيد للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكذلك استحواذها على الثروات العربية، إذ تعاود أمريكا بنشر سطوتها بطرق غير مباشرة لتجعل العراق ودول الخليج المورد الاقتصادي لها. اليوم تمر أمريكا بوضع اقتصادي سيء، وأزمة الطاقة لديها بدأت تظهر على أرض الواقع. لذلك بدأت أمريكا تذهب إلى حلول أخرى بديلة. أنا أرى بأن مثل هذا الموضوع هو يحمل في طياته بين طياته رسائل سياسية بامتياز. الرئيس الأمريكي يصرح بعدم إخلاء المنطقة العربية من تواجد الولايات المتحدة، وقد صرح متابعو الشأن الدولي أن هذه الزيارة احتلت أهمية كبيرة بين الأوساط السياسية الخارجية،
لما تحمل من أهداف غير المعلن عنها، فبحسبهم أن هذه الزيارة مخطط لها لجعل المنطقة الشرقية تحت السيطرة الأمريكية كونها منجم الثروات بالنسبة لها. أعتقد اليوم الدعم الغير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع مسألة التطبيع ما بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الحركة التي ربما هي بفائدة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم وجودنا دولة العراقية في هذا الأمر قد يكون فيها إحراج للدولة العراقية على اعتبار النظام السياسي هو لا يحبذ يعني التقارب من أهداف الولايات المتحدة الأمريكية. فمع تراجع الاقتصاد الأمريكي جراء انخفاض تصدير النفط الروسي، بالتالي أمريكا صارت تبحث عن حلول بالقدرة الممكنة، فاتجهت بوصلتها إلى العراق ودول الخليج إذ وجدتها الأرض الخصبة لتلبية مطامحها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحباء، هذا ملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور مصطفى البهادلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية. حياك الله دكتور، ضيفنا كريما زمان ما ملتقين بحضرتك. وكذلك أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب الأستاذ علاء الصفار السياسي المستقل، ينضم معي عبر سكايب من السويد. حياك الله أستاذ علاء، ضيفا كريما. دكتور مصطفى، أبدأ مع حضرتك، يعني تعتقد أن الزيارة أو القمة تهدف إلى إيجاد تكامل بين الدول العربية المشاركة في هذه القمة بينها وبين الكيان الصهيوني لو احنا بعيدين عن هذه القضية؟ يعني هي مفردة التكامل احنا سمعنا بها من تأسيس جامعة الدول العربية خمسينيات أربعينيات القرن الماضي ولم يحصل تكامل، لا بل أن أغلب الأزمات هي كانت عربية وليس آخرها الحرب السعودية على اليمن. نعم، يعني عربية. طبعا احنا ما نتحدث عن الحروب اللي خاضها النظام السياسي السابق، صدام حسين مجنون، زين، ايضا ضد الدول العربية، الكويت تحديدا. وبالتالي هذه المفردة الحقيقة يعني اقل ما يقال عنها انها استهلكت كثيرا على مستوى التنظير وعلى مستوى ما يسمى بآليات العمل العربي المشترك. يعني كان المفروض يعني سؤال جنابك انه هل هذا التكامل مع اسرائيل مو هي شكل بالتمام، يعني القمه من الف الياء هي جاءت لدعم اسرائيل، لدعم الامن العميق لاسرائيل، احنا نسميه الامن العميق، اللي بدل ما كان انه هذا المنطقه او يسمى دول الطوق قبل كانت تسمى ايام الانظمه السياسيه السابقه، تحولت هذه الانظمه الى انظمه مواليه وقسم من عتها قام علاقات دبلوماسيه وتجاريه وسياسيه مع الكيان الاسرائيلي. اقول مجيء بايدن اليوم هو من اجل تامين هذا الامن العميق لاسرائيل، وهو بالحقيقه مؤمن. يعني هسه هم يمكن اكو رد على هذا الكلام، هو بالحقيقه مؤمن بدليل ان للآلة العسكريه العربيه اللي صرفت لها مئات المليارات، ولا العده العسكريه اللي صرفت عليها الطاقات وهدرت الثروات، هي استخدمت ضد اسرائيل، ما استخدمت. يعني احنا اذا نتحدث من 73 باعتبار اخر حرب هي صارت ب 73 لحد الان، يعني طيله ما يقارب ال 50 عام 49 عام، خلص الموضوع، يعني اصبح في حكم المنتهي. وهذا اللي دا يصير انا دا اشوفه في الحقيقه، هو من المهم ان نسلط عليه ضوء. هو هذا بالحقيقه يعني شلون اقول لك اياه،
إطار عملي لتنظير شمعون بيريز. شمعون بيريز رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ورئيس كيان الإسرائيلي السابق الصهيوني أصدر في تسعينيات القرن الماضي كتيب موجود هو متداول يعني إحنا عندنا لأصحاب العلوم السياسية والمهتمين بالشأن السياسي. هذا اسمه الشرق الأوسط الجديد. الشرق الأوسط الجديد يقوم على ثلاث أثافي كما يقال، ثلاث ركائز. شو هي التكنولوجيا الـ 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 الإسرائيلية، الأموال الخليجية، والمياه التركية فكل اللي دا يحدث يعني من أليفة إلى ياء هو بالحقيقة هو هذا يفسر ما جاءت بهذه المنهجية. بالضبط. طيب إذا تسمح دكتور مصطفى أنتقل إلى الأستاذ علاء الصفار، حياك الله مجددا أستاذ علاء. استمعت لما تفضل به ضيفي الكريم الدكتور البهار لي عندما يتحدث بأن الموضوع من ألفه إلى يائه هو دعم الأمن العميق لإسرائيل خصوصا من دول الطوق كما تسمى. بالتالي أسأل حضرتك، القمة تهدف إلى تشجيع باقي الدول على ضرورة التطبيع؟ صوتك ما يوصلنا بصورة دقيقة أستاذ علاء، إذا أسمح لي يعني غير الحاكية إذا أو عندك طريقة ثانية. يعني ما يوصل بصورة دقيقة يعني. نعاود الاتصال مرة ثانية بك عبر سكايب أستاذ علاء حتى نأمن الاتصال بشكل جيد. لما التغيير المفاجئ في سياسة بايدن يعني بعد أن كان هو معترض على أداء السعودية وهذا التغيير المفاجئ اللي صار، كيف تقرأه دكتور؟ يعني أزمة خاشقجي وغيرها. بالتأكيد أنه هذه العلاقات السعودية الأمريكية هو هذا الموضوع. يعني بالحقيقة إلى سببين. السبب الأول هنالك عتب ولوم من بعض القيادات في الولايات المتحدة يعني السياسية والإعلامية من أنه منطقة الشرق الأوسط أهملت طيلة فترة بايدن، يعني اللي يعني شهر الواحد القادم راح يصير لها سنتين. نعم راح يصير لها سنتين، وبالتالي ما أخذت الحيز من الاهتمام الكافي على حساب تمدد روسيا وعلاقاتها بمصر، روسيا وعلاقاتها طبعا الاستراتيجية بسوريا، وروسيا وعلاقاتها بالمملكة العربية السعودية لا سيما على خلفية أوبك بلاس. فبالتالي طبعا ما نحكي لك عن النفوذ الإيراني اللي أيضا أخذ كثير من جرف النفوذ الأمريكي في المنطقة. فلهذا كان هنالك نوع من العتب من اللوم على الإدارة، اللوم السياسي من داخل أمريكا طبعا من داخل أمريكا ومن داخل وإسرائيل أيضا. يعني إيباك المنظمة اليهودية الإسرائيلية العاملة في الولايات المتحدة كانت تدفع بهذا الاتجاه، أنه أنتوا يا أمريكان يعني تركتوا المنطقة وتركتوا موضوعات الشرق الأوسط، وبالتالي غرماء منافسين أعداء لإسرائيل وللولايات المتحدة أخذوا يتمددون أكثر، فماذا أنتم عاملون؟ يعني هكذا كان الحديث بهكذا طريقة. فالزيارة تأتي بهذا السياق، الزيارة زيارة بايدن اللي استهلها بإسرائيل وبعدين انتقل إلى المملكة العربية السعودية، وهو حتى موضوعات يعني هو أيضا من الجيد أن نعلق في هذا اللقاء موضوعات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني ما قدم شيء بايدن، يعني وكل ما قاله هو وعود، وأن الشعب الفلسطيني شعب يستحق دولة. فهو رد علي محمود عباس قال له أما أنا للدولة أن توجد؟ قال له الرئيس قال له الوقت لا زال غير يعني ناضج. شايف شلون هذا التخدير للمنطقة العربية والتخدير
للشعب الفلسطيني، وهو اولا واخيرا على فكره على حساب الحق الفلسطيني في هذا الموضوع يعني، ويصب بالتالي وين؟ لخدمه الامن الاسرائيلي سواء القريب او البعيد. هذه مساله. المساله الثانيه، عندما انتقل جو بايدن الى المملكه العربيه السعوديه، يعني كان حقيقة إعلام كلش واسع أنه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذا، وما يسمى بالنيتو. يمكن أنا شوي سبقت الحلقة، يمكن جنابك يجوز بالمقدمة نوهنا عنها يعني. صحيح. بالتأكيد يعني. أنا هسه ما أدري أحمد إذا تأمن بعد ما تأمن ويا أستاذ علاء، يعني نتحدث هنا عن جبت الموضوع عن النيتو، ولكن محاولة بايدن لحد دول المنطقة لمحاصرة روسيا اقتصاديا، هذا موضوع أثرته جدا مهم دكتور. لعل الأمر يضعفها عن الاستمرار في الحرب مع أوكرانيا، وبالتالي كسر الإرادة الروسية في خلق عالم متعدد الأقطاب إن صح التعبير. يعني أكو فد إحنا جماعة العلوم السياسية اللي السياسيين العراقيين يضوجون من عندنا، هاي ضرورة هم نقولها. أكو قوانين إحنا عندنا، وحدة من هاي القوانين أنه الكبار لا يحاصرون، الكبار لا يحاصرون. يعني هو الحصار اللي صار على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من 79 لحد الآن لم يؤتي أكله كما يقال. نعم ترك ضرر على مستوى العملة، على مستوى المعيشة، على مستوى الاقتصاد، لكن المتوقع والمأمون من جانب الولايات المتحدة والغرب لم يتحقق. بالتالي روسيا اليوم، فكيف بروسيا واللي هي يعني بقد إيران يمكن فد ما أدري يمكن فد 8 مرات يعني زين، ومترامية الأطراف، وهي قطب دولي وعضو في مجلس الأمن ودولة نووية وكذا وكذا وكذا، وبالتالي هكذا. بعدين هو من بحاجة من؟ يعني هو هذا كون احنا أيضا نعرج عليه، هي روسيا بحاجة دول الخليج أم دول الخليج بحاجة إلى روسيا؟ يعني بقدر تعلق الأمر بروسيا. لما صارت المفاوضات تتذكر جنابك قبل فترة وتعقلت إلى حد ما وصار حديث في الإعلام الدولي، أنا أتابع الإعلام الحقيقة الغربي يعني مع سموعات غربية يعني، فقيل إن روسيا هي اللي عطلت اتفاق النووي بالفترة الأخيرة قبل شهرين. شو عطلته؟ عطلتها كالآتي، صار عرض من قبل الأمريكان أنه هل أنتم جاهزين لتعويض الغاز الروسي في حالة إحنا يعني اتفقنا معاكم؟ الإيرانيين تلقفوا الفكرة، فلما نحس الطرف الروسي أكو هيك نوع من الحديث، رأساً طار وزير الخارجية الروسي إلى طهران وبلغهم بالناس أنه هذا موضوع غير قابل للتفاوض. ونفس الشيء حدث مع قطر. نعم. مع قطر ايضا ذهب الوزير الخارجيه وحضرهم انه لا يمكن ان تكونون بدلاء عن الغاز الروسي. فالكبار سيدي الكريم اللي دار اريد اقول لك اياه، الكبار لا يحاصرون، الكبار طيب لا يحاصرون. وفقا لهذه النظريه خلينا اذهب الى استاذ علاء. حياك الله مجددا استاذ علاء، يعني احنا اسفين للخط ما متامن بشكل جيد، الانترنت سبب من عندك من عندنا. دول المنطقة لما شعرت بضعف، أو حتى في الداخل الأمريكي لما شعروا بضعف النفوذ الأمريكي في المنطقة، هل هو هذا كان دافع لعقد هكذا قمة؟ بل أن حتى دول المنطقة أيضا لما شعرت بضعف أمريكا عالميا وهي لا تريد الاندفاع، هذه الدول نحو عقد تحالفات قد تكلفها الكثير مستقبلا أو قد تسبب تهديد وجودها في قادم الأيام، كيف تنظر إلى هذه التوازنات؟ هم لحد الآن ما أسمعك والله صلى على. أنا أحاول واضح. لا والله مو واضح. أنا أعتذر منك صلى على، جدا آسفين يعني لهذا ضعف الإنترنت. نتحدث ايضا دكتور مصطفى عن هذا الدور العالمي اللي من داخل امريكا، انه ماكو امكانيه لامريكا ونفوذ في المنطقه، وبالتالي حتى الدول العربيه بعض الدول تقول لك انا ليش اروح اعقد تحالفات جديده مع روسيا مع غيرها، ما امريكا
سائر بهذا الاتجاه وتطبيع خلاص راح نمضي بالامر. يعني كانما يعني تريد تقول الدول الخليجيه انه تمضي باليات التطبيع يعني هكذا يعني. بالتالي انه يعني اكو كان تعاون حتى في اتفاقيه الصين ذهب الدول الخليج ولكن نعم. المحور الامريكي لا يريدون الابتعاد عنه، بالتالي نعم. المحور الامريكي ما يفرض عليهم التطبيع يهرولون نحو التطبيع. نعم. يعني هو مساعي غريب. هو من الصحيح في العلاقات الدولية أنه أنت لا تكون جزء من محور طيب. يعني ولا تكون جزء أنت من تكتل أو من تحالف ولا تعتمد سياسة يعني إحنا نسميه التطرف في علاقاتك الدولية مع أليف أو نطبق هذه النظرة على العراق. إحنا ما نكون جزء من محور لما ندعى نستجيب. يعني بالعراق الحكاية مختلفة لان احنا ما عندنا سياسه سيدي الكريم، احنا عندنا شيء اخر، احنا عندنا انفعالات، احنا عندنا اماني، احنا عندنا اوهام، احنا ما عندنا سياسه. يعني سياسه خارجيه بمعنى سياسه خارجيه تضع مصلحه البلد والشعب العراقي في موضع التطبيق ويخاصم الاخر عندما تظهر هذه السياسه ويسالم الاخر يعني من السلم زين عندما هذه السياسه تعود لي بالنفع، ولا بأس أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. يعني مثلا موضوعة الربط اللي صار الحديث عنه في مؤتمر جدة بالظاهر ذهاب العراق ومشاركته للربط الكهربائي. صحيح صحيح. يعني اليوم 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 طلعوا اثنين وزراء الخطيب واللي قبله فندوا هاي الفكرة، يمكن موجودة بالسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي لقاءاتهم. واحنا سمعنا بهذا الموضوع الربط يعني قبل يعني اقلها يعني اذا اريد اكون كلش دبلوماسي مع الجماعه اقلها قبل 3 سنوات سنتين صحيح؟ نعم. زين وين ليش هذا الربط ما تحقق؟ بل حتى في حكومه العبادي كان هذا الموضوع زين في حكومه مو صحيح لما انشاوا المجلس نعم. الاستراتيجي مع المملكه العربيه السعوديه مضبوط؟ نعم. زين ليش ما صار؟ مو احنا شنو دخل بايدن بالربط الكهربائي اذا كانت هي علاقات عربيه عربيه؟ شلون؟ دخل بايدن ليش بهذه القمه لما بايدن يحضرها واحنا رايحين على مود الربط؟ اصلا ولا كانه اصلا مسألة تسير بمركب اخر. اصلا الموضوع اللي انا سمعته واللي يعني تناقلته يمكن حتى الفضائيه العراقيه قال بايدن سمح بالربط، يعني شايف شلون؟ يعني هذا يكون وزير كهرباء؟ مو هي هاي المشكله، مو هي هذه اقول احنا ليش نروح على مود لا يعني اني اكاديمي وتدري بي انا صاحب علم. انا اقول هو مو احسن من ما ان تربط يعني كهرباتك بالخليج وتربط كهرباتك بايران وتربط ميك بتركيا وتربط انت وين اعتمادك على ذاتك؟ وين؟ امير المؤمنين عليه السلام يقول من احتجت له تكن اسيره ومن استغنيت عنه تكن نظيره، مو صحيح؟ هسه هذن هم مالاتهم يعني مو يعني المفروض يطبقوها. فهذه ما موجوده، فانت ليش ما اعتمدت على ذاتك؟ يعني شنو المانع من ما تحذو حذو مصر في موضوعات الطاقه الكهربائيه؟ يعني سواء مع سيمنز سواء مع اي شركه اخرى، وهي كل اللي توفر 500 ميجا من الكويت و1000 ميجا من المملكه العربيه السعوديه. وخلال هسه اليوم هو صرح وهو بجده السيد وزير الكهرباء قال هاي بعد سنتين. يعني شايف شلون؟ يوقعون ورق ويقولوا لنا بعد سنتين، ولما تجي السنتين يقولوا لنا بعد 3، وهو يعني العمر كم 5 سنوات كم 10 سنوات به، فالموضوع هو سيدي الكريم يعني ما إلى واقع. طيب. والافضل من عنده مو كان ما انت الفلوس تروح لطهران، شفت انا بمنتهى الموضوعيه احكي ومن هذه القناه الوطنيه المباركه اقول، وتروح الفلوس للرياض وتروح للكويت، خو انت انشا منظومتك الخاصه بيك مو افضل؟ هسه بالله هاي تحديات هاي. لا لا مو افضل، وين التحدي بالموضوع؟ طيب وين التحدي؟ وليش انت رايح لدول هي اقل ما يقال عنها، اقل ما يقال عنها هي غير مكتفيه. زين مو الافضل تروح لليابان، تروح للهند، تروح للصين، تروح يعني لبريطانيا، تروح هاي فرنسا، انت شو لك بهالدول هذه اللي هي يعني يقول فاقد الشيء لا يعطي، يعني هم كل اللي عندهم جبن مال شو اسمه هذه السعوديه، والله انا اتريق به صباح، زين؟ وبالتالي شو اللي عندهم يعني؟ يعني شو اللي عندهم؟ انا مو ضد ان اقيم علاقات مع امريكا ولا مع دول الخليج
ولا مع الجمهورية الإسلامية ولا مع تركيا، لكن على مود يكون يعني أنفهم بشكل صحيح، أنا مع أن تكون العلاقات العراق الخارجية المصلحة الوطنية حاضرة فيها، المصلحة الوطنية، والمصلحة الوطنية مو تقول لي حكي، مو تقول لي حكي، لا، كون يلتمسها المواطن اللي عايش بأطراف بغداد. هذه يعني أؤمن المصلحة الوطنية راح يقودنا. نعم. هذا الموضوع للملف الآخر حتى نرمي. نعم. من البيت الداخلي ونشوف مشاكله وين وصل. أوكي. حتى نتابع الملف الثاني. تفضل بقى معي الدكتور مصطفى البهادلي، نتابع بعد الفاصل. حكومة التوافق، رغبات التشكيل ومخاوف التعطيل، الإطار ينهي 95% من البرنامج الحكومي ويتجه لحسم مرتكزات التشكيل. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. السكون السياسي اللي عاشته العملية السياسية لمدة وجيزة سرعان ما تبدد بعد الخطابات والبيانات الأخيرة. أزمة سياسية مستعصية ضعفتها أو ضعفت التمسك بالمواقف في البيت الكردي، المبادرات المطروحة لم تلقى نتائج إيجابية ولم تشق خيارات بديلة عن خيار كسر العظم في جلسة البرلمان المقبلة. ملفنا الثاني من الحصاد راح نتناول هذا الموضوع بمزيد من الشرح والإيضاح مع ضيوف الكرام. تتفضلوا بقى ويانا ومتابعتنا. يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع الكتل السياسية لتجاوز عقبة الخلافات التي تراكمت بعد انتهاء انتخابات تشرين، ويتحرك الإطار الذي تولى زمام المبادرة نحو جمع الكتل السياسية تحت مظلة حكومة وطنية تشمل الجميع دون إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي، فيما تؤكد كتلا سياسية أن الحكومة القادمة ستبعث رسالة إنها خدمية لكل العراقيين، وإنها لن تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم في العملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها. وفي ظل ذلك التلاحم السياسي التي تشهده أوساط الكتل الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي، لا زالت الخلافات تتسيد المشهد في البيتين السني والكردي، إذ لم تفلح تحركات الأكراد عن تذويب الخلافات الحادة بينهما على منصب رئيس الجمهورية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني ببرهم صالح كمرشح وحيد له، بينما يصر الحزب الديمقراطي على تسمية ريبير مصطفى لمنصب الرئيس. ويشهد تحالف السيادة السني هو الآخر خلافات حادة بين جناحي الحلبوسي والخنجر، ويتوقع أن تستمر تلك الخلافات لحين تشكيل الحكومة المقبلة. وهذا الأمر زاد من تحمل الإطار للمسؤولية وتبني مباحثات جدية وحقيقية لتشكيل الحكومة، بدءا من خوض مباحثات لا تقصي أي طرف سياسي من أجل الحفاظ على النسيج الوطني وضمان تسمية كابينة وزارية يشترك فيها الجميع بلا استثناء، لتأخذ على عاتقها إدارة زمام الأمور في البلد استعدادا للمرحلة المقبلة. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، وأجد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور مصطفى البهادلي. حياك الله دكتور مصطفى. وكذلك أرحب بالأستاذ كرم الخزعلي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة. حياك الله أستاذ كرم ضيفا كريما. دكتور مصطفى، ما بقت سوى أيام قليلة جدا على عقد جلسة البرلمان للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، عندنا عقدة لهذه الأيام لو نعتبرها أيام مفترجة لما راح تكون انه عيد الفطر، عيد الاضحى المبارك، وان شاء الله الله يسهل الامور. يعني هي العقده الكرديه الكرديه وايضا الشيعيه الشيعيه والسنيه السنيه، يعني الموضوع هي اكبر من الاشخاص سيد الكريم. يعني يمكن كل الحديث هو يدور حول اليف او باء في حدود
ترشيح رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية ليش؟ لأن هي أسبق، لأن رئيس الجمهورية عندما يعني يصار إلى تحديد اسمه واستلام منصبه يكون يرشح الكتلة الأكبر، شايف شلون مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء وهكذا. هي كتب البارتي راح يقدموا المرشح واحد لو يتمسكون المرشح. يعني أقول هي هذه، يعني أقول هو هذا السؤال الاستراتيجي، أنا يمكن عندي سؤال أهم من هذا. أوه. يعني سواء كان ريبر أو يعني السيد برهم، يعني شو راح ينعكس على العراق، يعني على العراقيين؟ هو المهم الأشخاص لو المهم الأداء؟ المهم الكتلة. بعدين لا سيما احنا جربنا السيد برهم، يعني أنا على فكره مو مع اليف او باء، لكن دائما اقول انه الموضوع يكون هو هذا اللي غايب. يعني الاعلام للاسف الشديد يحاول يجر المواطن الى رئيس الوزراء اليف من الصف الاول او من الصف الثاني، رئيس الجمهوريه من اليكتيلو، ما هو يعني هم اللي موجودين حاليا. الى توازنات دكتور. أي. حضرتك استاذنا بهذا المجال، يعني ايش قد راح يكلف الحكومه او رئيس الحكومه المكلف، ايش قد يكلفه انه يتفاوض ويعطي لهذا الطرف ما دام انه تنازل لطرف اخر، اقصد الاطراف الكرديه. اي اقول هو ما ينعكس، يعني انا واصل لقناعات شوي يمكن مو زينه، زين اقول ما ينعكس يعني بشيء على المواطن العراقي، يعني سواء ربير احمد او السيد برهم صالح سوات، يعني والكابينه الوزاريه ينعكس لما ينعكس، وهم الكابينه الوزاريه، يعني احنا بدليل شو 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 احنا كشعب، يعني اتحدث لك يعني شو انعكست عندنا. احنا هسه احنا مو عندنا السيد مصطفى قبل السيد عادل، مو صحيح يعني هاي الاربع سنوات، مو صحيح صار اربع على فكره، يعني مو يعني شو انعكس علينا احنا؟ لا زال وضع الطاقه الكهربائيه في ادنى حالاتها، لا زالت الخدمات في اسوء حالاتها، لا زالت علاقاتنا الخارجية يعني يمكن ملف يبدأ ولا ينتهي، وبالتالي هذا ما راح يعني كثير يهمه، ما عاد يعني. وأنا صادق معاك يعني ومع جمهوركم المحترم، يعني ما راح يعني كثير يهمه المواطن، يهمه العمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كنت راح نوصل لمصلحة المواطن واللي يهم هذا الموضوع. أستاذ كرم مساكم الله بالخير. يتفضل ضيف الكريم بأنه هذا الموضوع رئاسة الجمهورية موضوع كردي، بالتالي في الإطار التنسيقي لما يكون أمام خيارين، لو أعيد سيناريو 2018 ويا من راح يوقف ويا أي مرشح وماذا سيعطي من مناصب حكومية للحزب الآخر حتى من سبيل الترضية أو التسوية السياسية. حياك الله ضيفك الكريم، قناتكم الموقرة وكل من شاهدنا من خلال شاشة التلفاز، وعيدكم مبارك، كل عام أنتم بألف خير. يعني واقعا خلينا نتحدث بلغة الأرقام اليوم. إذا نتحدث عن الإطار التنسيقي هو ككتلة أكبر، خلينا نتحدث عن واقعا من هم الإطار التنسيقي ومن متحالف مع الإطار التنسيقي، هذا يعني بالأرقام. غير هذا، احنا في موضوع رئاسة الجمهورية نتحدث عن انه هنالك يجب ان تكون تسوية داخلية داخل البيت الكردي، فمن خلال هذه التسوية نخرج بمرشح لرئاسة الجمهورية بعد التسوية داخليا داخل البيت الكردي، ومن ثم ينطلق الى الفضاء الوطني وتتم المصادق عليه. سيدي الكريم، أنت تعلم في هذه المواضيع تبدأ يعني بها ثلاثة مراحل: مرحلة الاختيار، ومرحلة الترشيح، ومرحلة التكليف أو يعني خروج إلى الفضاء الوطني والمصادقة على هذا الاستحقاق. موضوع رئاسة الجمهورية هو شأن يعني الأخوة في البيت الكردي. التسوية يجب أن تكون تسوية داخلية حتى لا نعود إلى يعني سيناريوهات أخرى. فإذا واقعا هنالك يعني اثنين من السيناريوهات مرسومة لهذا الموضوع، إما أنه يحصل التسوية داخليا ويخرجون بمرشح ويعني يخرج إلى الفضاء الوطني وتتم المصادقة على هذا المرشح، أو نعود إلى سيناريو 2018 يعني تدخل. يعني حسب معلوماتك أستاذ كرم، ما عندنا حوارات ثنائية بين الديمقراطي والإطار التنسيقي حول عقدة رئاسة الجمهورية؟ هسه الحوارات يعني لم تنتهي منذ الإعلان الأولي للنتائج إلى هذه اللحظة. أنا لا يعني أجزم لك قاطعا بأنه لا توجد هنالك خصومات أو هنالك اختلافات جوهرية، الاختلافات في وجهات النظر وتتم معالجتها
يعني اليوم هنالك شبه اتفاق على هذا الموضوع، ولكن أقول بأنه هذا السيناريو المرسوم، إما أن يدخل بمرشح واحد بعد التسوية داخليا داخل البيت الكردي، أو أن نعود إلى نفس سيناريو 2018 ندخل بمرشحين من الأخوة في البارتي واليكتي، وتتم الموافقة والمصادقة عليه تحت قبة البرلمان. هذا ما يخص رئاسة الجمهورية. نتحدث واقعا عن المرشح، يعني مرشح الكتلة الأكبر من المكون الاجتماعي الأكبر. أيضا هنالك حديث عن أنه مرشح الكتلة الأكبر أو المرشح لاستحقاق رئاسة الحكومة، هل هو من الصف الأول من الصف الثاني؟ هسه خلينا نتحدث أنه هنالك يعني أصبح شبه اتفاق على أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة هو من الخط الثاني أو من الصف الثاني. كل الأسماء التي تحدث عنها في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام هي أسماء طامحة ولم تكن أسماء مرشحة، والدليل على ذلك ما تحدث به السيد المالكي والسيد العامري وحتى السيد الكاظمي، قال بأنه أني لست مرشحا ولا أرغب بالترشيح، ولكن هذه الأسماء التي طرحت، يعني لم يكن هنالك اسم من هذه الأسماء هو واقعا مرشح الكتلة أو مرشح المكون. بس أكرم إذا هسه ما حكينا بالترشيح، نحكي بالبرنامج الحكومي دكتور مصطفى اللي رشح إلى الإعلام بأنه تم إتمام ما نسبته 95% من شكل البرنامج الحكومي. برأيك شلون راح يكون شكل هذا البرنامج الحكومي لحكومة توافقية وصفت بأنها حكومة خدمات؟ هنا راح نرجع للمواطن. يعني ما راح يختلف عن السابق، عن البرامج السابقة، يعني مجموعة يمكن أي فور فد 10 ورقات تنكتب ينتهي الموضوع. البرنامج سيدي الكريم راح أحكي لك شنو برنامج بالدول المتقدمة وشلون برنامج عندنا. طيب بالدول المتقدمة خلينا ناخذ كيس استدي أي وحدة تريد، يعني الحزب الفائز في الانتخابات طبعا حتى لو كان مقعد واحد يشكل حكومة، احنا نحكي عن النظم البرلمانية، حتى لو كان بمقعد واحد هو يشكل الحكومة، هو يشكل الحكومة، وتشكيل الحكومة يرأسها عادة رئيس ذاك الحزب، الأمين العام ذاك الحزب كما هو عندنا بالمعروف عندنا احنا بالعراقيين أمين عام، زين، وهو يختار كابينته، يا هو رئيس الحزب الفائز، زين، وهنا يوعد الشعب، يوعد الشعب بوعود معينة هو يعتقدها قادر على إنجازها خلال الأربعة، خلال الستة، خلال الثلاثة، شوف ايش قد هي المدة اسمها مالته رئاسة الوزراء يعني. وبالتالي هذا البرنامج ايش قد تحقق من عدة نتحاسب عليه بعد أربع سنوات. هذا عندنا بالعراق ما يشتغل. إشكالية جديدة أنه رئيس الحزب هو اللي يصير، من ناحية إجرائية أو موضوعية دكتور، هل من الممكن تحقيق هذا الشيء وسط وجود معارضة، وسط وجود اشتراطات بأنه لا يكون قد استوزر أو أصبح رئيس الوزراء سابقا وكذا؟ هذه هواية ضغوطات. بالتالي لما يتفضل أستاذ كرم بأنه تم الاتفاق على ترشيح شخصية من الخط الثاني وليس من الخط الأول، أي فصار عندنا احنا على مود نكمل الفكرة، صار عندنا منصب رئيس الوزراء استنزل من عليائه، كان فتشي اليوم قادة الكيانات، قادة القوى السياسية اليوم يقول لك أنا ليش دا أصير رئيس وزراء وش اسمه ما يترتب علي، وأنا أدرب نفسي إنه يعني ما كثير أقدر أحقق يعني في ظل هذا الجو يعني المضطرب، التضاد اللي قبل شوية جنابك تحدثت عليه، فإحنا شو نسوي؟ إحنا نجيب لنا واحد، زين، وهذا الواحد يعني ماكو حسبوها برأسي وقوله وقالوا جابونا عتبة، شايف شلون؟ فهذا الواحد هو يتحملها بحرها وبردها وكذا، وإحنا يعني إذا صار حكي إحنا هذا جبناه وإحنا هذا دعمناه وإحنا هذا كذا، أو إحنا هذا يعني اذا نجح يقولون دعمناه واحنا جبناه، واذا فشل احنا نتبرى من عده واحنا هذا ما احنا جبناه، اللي صار مع الكاظمي واللي صار مع عادل عبد المهدي القصه. فهذا صار هنا القوى السياسيه العراقيه جابت وصفه غير الوصفه اللي معمول بها في دول العالم. دول العالم المتقدم المتحضر تصرف بطريقه اخرى مغايره، انه انت فزت بمقاعد نصف زائد واحد، انت تصير لك رئاسة الوزراء وانت تعد برنامجك اللي يكون انت بأدواتك بقدراتك، يعني مو ذاتية،
على فكرة أنت عندك أدوات تطلع يكون عندك مقدرات دولة. طيب. فكون هذه المقدرات تنعكس على تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي بشكل عام، وساعتها الناس تجدد لك كان بها وان عمتو ما تجدد لك يعني معناها تعاقبك. هذا احنا عندنا ماذا يصير؟ طيب خليني اروح لأستاذ كرم. أستاذ كرم يعني لما يتفضل الدكتور بهاء اللي بهذه النقاط، ايضا نرجع على البرنامج الوزاري، حسب اطلاعكم ما هي النقاط اللي راح يحويها هذا البرنامج؟ سيدي الكريم خلينا نتفق على جزئية، بانه اليوم ما يعني ديمومة بقاء هذه الحكومة ومصداق لوجود هذه الحكومة هي الخدمة، وما سيقدمه أو ما ستقدمه هذه الحكومة من خدمة. خلينا نتفق على أنه هنالك وفرة مالية من يعني بعد ارتفاع أسعار النفط. خلينا نتفق على أنه هنالك استقرار أمني نسبي، بالتالي يعني كل مؤهلات الخدمة وتقديم الخدمة متوافرة. وإذا ما صارت؟ نعم. وإذا ما صارت؟ ما صار تقديم خدمات المواطن. لا أنا جايك بالحديث سيدي. نعم. أقول بأنه هذه كلها متوافرة. خوش. شنو البعد اللي يعيق أنه تقدم هذه الخدمة؟ ولكن طيب. الخدمة لا تقدم إلا بشرطين أساسيين. وهما. أهم يعني أما الأول فأن تكون هنالك حكومة وطنية، والشرط الثاني حكومة قوية. حتى بتضافر هذين الشرطين الأساسيتين تتوفر إليك الخدمة. فشرط هذه الحكومة أن تكون حكومة وطنية قوية خدمية حتى تحقق هذا الذي نتحدث عنه اليوم. غير هذا يعني نحن في تيار الحكمة أقولها ونجدد ما يعني نؤكد على عدم اشتراكنا بالحكومة المتحدة. عدم الاشتراك يعني الوقوف في خانة المعارضة أم سيدي عدم الاشتراك أنا متابعة أنا جايك بالحديث أقول بأنه عدم اشتراكي بالحكومة، ولكن هذا لا يعني أنه أنا متخلي عن دوري في الدعم لشكل الحكومة والدعم للحكومة حتى ننهض بهذا الواقع. أنا لا أشترك بالحكومة، ولكن أنا داعم لهذه الحكومة بأي شكل من أشكالها، سواء كانت توافقية إطارية بكل أشكالها. طيب السيد العامر أيضا اتخذ هكذا موقف وهذا الأمر ليس بمثلبة. إذا فعلنا ولكن يعني حتى قبل أقل من ساعة لربما هنالك تبديل بالمواقف حسب تسريبات إعلامية. كيف لا سيدي الكريم، هسه أنا واقعا أتحدث لك بمصداقية بما يعني لدي من معلومة. نعم. بالتالي سيدي الكريم هم يعني موضوع آخر مهم، إذا فعلنا الدور البرلماني يعني ساعدنا البرلمان داخليا كأنه يكون قوي. نعم. شلون يكون قوي؟ يأخذ خطين أساسيين، الأول يأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة وتحمل تبعاتها، الخط الثاني يذهب باتجاه المعارضة البرلمانية البناءة ودورها الرقابي والتقويمي وتسليط الضوء على نقاط الضعف. طيب. بالتالي هاتين الخطين يعني ما يمثلان جناحا الديمقراطية من موالاة ومعارضة. حتى ليش احنا دائما كنا الجميع مشترك بالحكومة والجميع معارض، والجميع معارض في ذات الآن. طيب. الجميع هو جزء من الحكومة والجميع ينتقد عمل الحكومة، بالتالي الصورة ضبابية غير واضحة. اليوم من يأخذ على عاتقه ويتصدى ويذهب بتشكيل الحكومة يتحمل كل التبعات. طيب. الدور الآخر الذي يأخذه المعارضة البناءة التقويمية تأخذ دورها الرقابي، دورها في تسليط الضوء على نقاط الضعف وإيجاد الحلول. اليوم أنا أشخص المشكلة، جيد شخصت المشكلة، ولكن لم أتي بالحل. أشخص المشكلة حتى أجعلها شماعة في تسقيط هذه الحكومة، لكن أنا أشخص المشكلة وأتي بالحل. هذا البناء. أدني إمكاني يا دكتور مصطفى لما أنه ننتقد الكل ينتقد ما جرى بأنه الكل في المعارضة والكل في الحكومة. اليوم لما تكون عندنا حكومة قوية وتقدم خدمات المواطن، معارضة برلمانية ورقابة ومعارضة شعبية، تشوف أنه هذه المنظومة راح تنجح في هذه الفترة وفق المعطيات الوفرة المالية ومستحقات للمواطن؟ إحنا ليش هي أزمتنا فلوس؟ هي مشكلتنا أنه عدنا فلوس. مشكلة العراق أزمتنا وجود الفلوس. لا أزمتنا إدارة. إدارة الفلوس. أزمتنا نزاهة في إدارة المفاصل الدولة. أزمتنا إنه خبرات يعني تخصصات في إدارة الدولة.
أزمتنا أنه التغلغل الحزبي صار إلى مستوى رئاسة قسم مسؤول شعب يكون شاف شلون. أزمتنا أنه السلطة في العراق صارت مصدر للمال مو للخدمة، مصدر للمال ثم للمال ثم للمال يعني، وللمال بشقيه الشرعي وغير الشرعي على مود هم يكون يعني شو اسمه دقيق في مفردتي. فمو هذا الموضوع يعني. هسه الرجل دا يقول يعني هو كلهم دا يقولون خدمة زين. هسه احنا مثلا نتحاسب هسه من الناس سنتين مثلا راح يصير عندنا كهرباء. أنا قاعد بحصن منطقة بغداد تدري بيه، نعم مو صحيح؟ ولحد الآن أنا جيتك عرفت الكهرباء عدها لي ساعتين بساعتين زين، وهاي ساعتين بساعتين من كان الشهر الثاني واللي جاء بعده واللي جاء بعده ولحد الآن. أعطينا مجال دكتور بعدنا ما راجعين السعودية. أعطينا مجال السعودية هسه ذاك قبل شوي بعدنا سنتين. المجتمع العراقي مجتمع محترم وأنتم في المقدمة منهم، وأنتم في المقدمة يستحق أن الناس تكون صادقة معه، يستحق أن الناس تخدمه بحق. مو كلام أنه أنا أوقع لي اتفاق مع يعني الكذا وربط عبر هذه وراح يصير عندنا زين لو جونا مثلا مشروع مال الطاقة الشمسية. هذا التجريب بالشعب العراقي زين يعني ما أعتقده. أنا هم راح أكون دبلوماسي زين، ما أعتقده نافع ولا مفيد لا على الصعيد الحزبي ولا على الصعيد السياسي ولا على حتى على الصعيد التعبدي يعني. على فكرة يعني مرجع مراضي رضوه يعني. هسه لا ترضونا احنا، رضوا المرجع زين، المرجع العظيم اللي حفظناه واللي فتواه هي المنجز العراقي. أنا في كل لقاءاتي أقول ويمكن حافظها عني زين، أقول هو هذا منجزنا إحنا كعراقيين من 2003 لحد الآن هو الفتوى والحاشد، مو صحيح؟ فأقول هذا هسه رضوا، هسه شلون ما ترضونا إحنا زين؟ فرضوا المرجع يعني. ملاحظة مهمة جدا. نعم أستاذ كرم في دقيقة لو سمحت يعني التوقيتات راح نحافظ عليها بما أنه الوقت مضى كثيرا أكثر من 9 أشهر. راح نشوف أنه في جلسة يتم اختيار رئيس جمهورية وفي نفس الجلسة أو في جلسة مقاربة تكليف مرشح لتشكيل الكابينة الوزارية. جدا الالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولكن نحن مع الإسراع ولكننا لسنا مع التسرع. بالتالي التوقيتات الدستورية مهمة جدا، لا يجب التجاوز عليها، فقد تم التجاوز عليها كثيرا. اليوم شارفنا على الشهر 9 على انتهاء الانتخابات، وإلى هذه اللحظة لم يعني توضح ملامح الحكومة لا برئاسة الجمهورية لا برئاسة الوزراء. بالتالي موضوع التوقيتات الدستورية أمر مهم جدا، يجب يعني الانتباه إلى هذا الأمر، لا بل يجب التأكيد على عدم تجاوز على التوقيتات الدستورية، عدم التجاوز على هذه يعني. بالتالي هذا يجرنا إلى فراغ دستوري، إلى فوضى، ولكن يعني هاي خليها أيضا في نظر الاعتبار بأنه نحن مع الإسراع ولسنا مع التسرع. احنا أشركنا متابعي موقع قناة الأيام الفضائية في موضوعة حلقتنا لهذه الليلة، وسألناهم هل تنجح قوى الإطار التنسيقي والمتحالفين معها في تشكيل حكومة خدمات والمضي بالاستحقاقات الدستورية؟ 85% قالوا نعم و 3% قالوا كلا، أما الذين تحفظوا عن الإجابة كانت نسبتهم 12%. الشكر الجزيل لحضرتك أستاذ كرم الخزعلي عضو الهيئة العامة لتيار الحكم الوطني، أثرت الحوار في هذا الملف، وشكري الكثير لحضرتك الدكتور مصطفى البهادي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية لهذه الإثراءات المعرفية. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله. شكرا جزيلا.